يلا تحرك. يعني ما تعمل دنتي. نحن في اليوم اللي احنا فيها دي شفنا الامام بعد السيسي، قبل كده ما شفناهوش ولا نعرفوش عنه حاجه. ما كانتش في مره تعرف تطلع واخد البالك تروح للدكتور التوك توك يتحلق عليه تتبهدل، انما احنا حاليا في امن وامان وما فيش حد ينفع غيره. انت شايف الرؤساء في جميع الدول انهارت، عاوزين الصحه بس. المشتفيات واخد البالك دي تعبانه خالص في المركزيه فبتشتوا في البلينين منهاره وقلنا بلاش. هو ممكن يرخص الحال، اللحمة غالي، كل حاجة اللي هي نزلت جديد دي غالي، المبيدات غالي، الملح غالي. طيب ما فيش يعني حتى العامل ما لقي شاب. احنا عايزينه دورة واثنين وثلاثة واربعة. دي الراجل لو ما الراجل اللي يعرف ربنا ما تخافش منه. راجل ما بنامش الليل، شايفين مشاريع قدامنا كلها. اه صح ان في غلاء بسيط، لكن الغلاء نستحمله سوا، لازم نقفوا مع بعض وكلنا نقف مع بعض والغلاء نستحملوه ان بلدنا تقب واولادنا تقب. في بطاله بسيطه بكره وبعده تبقى في شغل في انتاج.